الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونسأله المزيد من فضله. وبعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نواصل فيه قراءة أحاديث الصحيح، فليتفضل قارئنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وفيكم جميعا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، أذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قوله في هذا الحديث: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ذهب من بنيان المدينة النبوية خارجها، لأنهم كانوا يصلون صلاة العيد خارج المدينة. كان هناك مصلى قد وضعوه يصلون فيه صلاة العيد خارج المدينة. قال: ثم فصلى ثم انصرف فوعظ الناس، يعني أنه ابتدأ أول ما وصل إلى المصلى بالصلاة. وهكذا صلاة العيد يبتدأ فيها بالصلاة قبل الخطبة. ثم انصرف، يعني قضى صلاته وأتمها. فوعظ الناس، أي خطب خطبة بين أيديهم، وكان مما أمرهم به الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تصدقوا، أي ابذلوا جزءا مما آتاكم الله تنوون به الحصول على الأجر من الله، ومن ذلك الصدقة بالمال. فلما فرغ مر على النساء فقال لهن: يا معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن، أي شاهدتكن، وذلك أنه في الصلاة أري الجنة والنار. فكان مما شاهده صلى الله عليه وسلم النار، فرأى أن أكثر أهلها كن من النساء، فقال: إني رأيتكن، يعني جنس النساء، وليس المراد به من خاطبهن من الصحابة. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ يعني ما السبب الذي جعل أكثر أهل النار من النساء؟ فأسند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى أمور. فأولهن أنهن يكثرن اللعن، أي يلعن ما عندهن من الأولاد أو من النساء أو من مخلوقات الله جل وعلا. وهكذا يكفرن العشير، يكفرن أن يجحدن النعمة التي يسدي بها العشير وهو الزوج. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر في ذلك فقال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت:
ما رأيت خيرا قط. ثم قال ما رأيت، أي لم أشاهد من ناقصات عقل ودين أذهب، يعني أنهن يغلبن غيرهن من الرجال، للب يعني لعقل الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فسألنا إما إحداهن أو جماعة، فقلنا يا رسول الله ما نقصان ديننا وعقلنا، ما هذه الكلمة؟ وفي هذا دلالة على أنهن كن يفكرن في هذا اللفظ ولا يقمن برده إلا بعد التأمل، ما معنى هذه الكلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن نقصان الدين يعني أنها تترك الصوم والصلاة حال الحيض، وأن نقصان العقل لوجود النسيان عندها الذي جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني في الأمور التي يشاهدها الرجال كالمعاملات، وأما ما يختص به النساء فإنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة ولا تقبل فيه شهادة الرجال. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالبكارة، ما يتعلق بالرضاعة، فقلنا يعني النساء بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، يعني هذا هو السبب في وصفها بنقصان العقل لوجود النسيان عندها. ثم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أي لا يحق لها أن تصوم في وقت حيضها، لا صيام النفل ولا صيام الفريضة، وصيام الفريضة يجب عليها قضاءه كما ورد في الأحاديث. ولا تصلي، لا صلاة ليل ولا صلاة نهار، لا صلاة فرض ولا صلاة نفل. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف، أي ذهب صلى الله عليه وسلم. فلما صار يعني وصل إلى منزله في المدينة، جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه، تستأذن أي تطلب الإذن في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. فقيل يا رسول الله هذه زينب، فقال أي الزيانب، من زينب هذه؟ وفيه السؤال عن من ذكر عند الشخص ليتعرف حقيقته، فقال امرأة ابن مسعود، فقال نعم ائذنوا لها، أي اسمحوا لها بالدخول، فأذن لها. فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، يعني في صلاة العيد، وكان عندي حلي أي ذهب أو فضة ملبوس لها، فأردت أن أتصدق بها. ظاهر هذا أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة، صدقة الزكاة. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك، هذا يشمل الذكور والإناث، يشمل الأبناء والبنات، أحق من تصدقت به عليهم، يعني أن أفضل الصدقة الصدقة التي تكون للأقارب. قوله هنا خرج رسول الله فيه مشروعية صلاة العيد في الأضحى والفطر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وفيه مشروعية الخروج خارج بنيان المدينة من أجل أداء صلاة العيد كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية اتخاذ مصلى تؤدى فيه صلاة العيد وله أحكام المصلى. وفي الحديث أن صلاة العيد يبدأ بها قبل خطبة العيد، وفي الحديث مشروعية خطبة العيد، أهل العلم يقولون بأن صلاة العيد يخطب لها بخطبتين، وهذا مذهب
أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة. وبعض المحدثين استدل بهذا الحديث على أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن ليس فيه التنصيص بأنه اقتصر على خطبة واحدة، وإنما فيه إشارة إلى أنه وعظ، والموعظة كما تصدق على الخطبة الواحدة تصدق على الخطبتين. وبعضهم قال بأنه خطب مرتين، مرة عند الرجال ومرة عند النساء، فاستدل على الخطبتين بذلك. ولكن الذي يظهر أن الحديث ليس فيه دلالة على أنه اقتصر عند الرجال على خطبة واحدة. وفي الحديث الترغيب في صدقات التطوع وأنها من الأعمال الصالحة التي يؤكد عليها، وفي الحديث توجيه الموعظة للنساء وتذكيرهن، وفي الحديث ترغيب النساء في الصدقة، وفي الحديث التخويف من نار جهنم، والخطبة بالترهيب، فليست المواعظ مقتصرة على الترغيب كما يزعم بعضهم، بل إن العقل يؤثر فيهم خطاب الترهيب كما يؤثر فيهم خطاب الترغيب. وفي الحديث تحريم اللعن، وفي الحديث أيضا وجوب الاعتراف بنعم الآخرين ومعرفة أنهم السبب فيما ورد على العبد من النعم، مع معرفة أن أساس النعم وأن مسديها هو رب العزة والجلال. وفي الحديث من الفوائد طاعة الرجل لزوجته، وأن ذلك لا يعد نقصانا له، ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن النساء بأنهن أذهب للب الرجل الحازم. وفي الحديث حزم الرجل ووصفه بذلك على جهة الثناء له. وفي الحديث أيضا أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين في المعاملات المالية. وفي الحديث من الفوائد أيضا تطرق النسيان إلى النساء. وفي الحديث ترك المرأة الحائض للصلاة، وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا كما تتركها وقت حيضها لا تقضي ما فاتها من الصلوات حينئذ. وفي الحديث أن المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام، وقد ورد في حديث عائشة أمر المرأة الحائض بقضاء ما فاتها من الصيام في وقت حيضها. وفي الحديث صدقة المرأة، صدقة التطوع على ولدها وزوجها، وأنه من الأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها صدقة. واستدل بعضهم بهذا الحديث على جواز دفع المرأة لزكاة مالها لزوجها، ولكن الحديث في صدقة التطوع وليس فيه دلالة على أنه من الزكاة. ولذا رأى جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها، لأنها تستفيد بذلك ويعود من مال الزوج عليها، لأنه سينفق عليها، وبالتالي تكون قد استفادت من زكاتها. وفي الحديث من الفوائد استفتاء المرأة للرجل الأجنبي عنها. وفي الحديث أيضا من الفوائد الإذن للمرأة بالدخول على الرجل إذا لم يكن هناك خلوة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قولها كانت إحدانا تحيض يعني أنها تخبر بواقع النساء في عهد النبوة، وأنه قد يصل الدم إلى الثياب، فتقوم بقرص ذلك الدم من أجل أن يزول الدم عن الثوب، فتقوم أولا لأن الدم ينشف فتحتاج إلى حكه وقرصه
من أجل أن يزول ما تجمد من الدم، ثم تقوم بعد ذلك بغسل موطن الدم وتنضح، أي تجعل الماء يسير على بقية الثوب ثم تصلي فيه. ففي هذا الحديث من الفوائد أن دم الحيض نجس وأنه يغسل ولا يصلى بثوب أصابه الدم، والجمهور استدلوا بهذا الحديث على نجاسة سائر الدماء. وفي الحديث أيضا أن الطهارة لما أصابته النجاسة لا بد فيه من إزالة عين النجاسة قبل غسله، وفي الحديث دلالة على أن النجاسة تزول بالغسل بالماء. والجمهور استدلوا بهذا الحديث على تعين الماء للطهارة، وهذا قول الجماهير، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال بأن النجاسة تزول بزوال عينها وبتطهيرها بأي نوع من أنواع المطهرات. وفي الحديث أن الثوب الذي أصابته نجاسة فغسل يجوز أن يصلى فيه. وعن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها من الدم وهي تصلي، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. قوله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، يعني لبثوا في المسجد على جهة التقرب لله تعالى، اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، أي أصابها مرض الاستحاضة، فبخروج دم الجرح في غير وقت الحيض، فكانت ترى الدم يعني الدم الأحمر والصفرة، فربما وضعت يعني جعلت الطست وهو إناء من أجل ألا يتلوث المسجد من خروج الدم منها، تحتها تضع الطست تحتها من الدم وهي تصلي. وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر، العصفر نوع من أنواع النبات ويوضع في الماء فيتغير لونه حتى يكون أصفر شديد الصفرة قريب إلى الحمرة، فقالت كأن هذا شيء، يعني كأن هذا اللون هو اللون الذي يخرج من المستحاضة التي كانت تخبر عنها. ففي هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، وأن المستحاضة يجوز لها أن تعتكف في المسجد متى أمنت تلويث المسجد، وفيه أن المستحاضة تصلي. وفيه أيضا من الفوائد نجاسة الدم ووجوب التحرز منه. وفي هذا الحديث استعمال العصفر في الماء ونحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها فقصعته بظفرها. نعم، قولها ما كان لإحدانا، أي لم يكن عندهم في الزمان الأول ثياب كثيرة، وإنما يكون للإنسان الثوب الواحد فقط، فما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وبالتالي كانت المرأة لا تستطيع أن تجعل لها ثوبين، ثوبا لطهارتها وثوبا لحيضها، وإن كان بعض النساء يفعل ذلك في الزمان الأول، لكن هذا ليس هو الغالب، وإنما الغالب أن يكون للمرأة الثوب الواحد، فإذا أصاب شيء من الدم ثوبها فإنها حينئذ قالت بريقها، أي أخذت جزءا من لعابها فقصعته، أي أنها تقوم بفركه بظفرها. وفي هذا الحديث بيان أن المرأة يجوز لها أن تصلي بالثوب الذي تحيض فيه
متى كان الثوب طاهرا. وفيه أيضا جواز اقتصار المرأة على الثوب الواحد. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على عدم تعين الماء لتطهير النجاسات، وقال بأن المقصود إزالة عين النجاسة وإمرار مائع على المكان بعد النجاسة، وهذا لا يقتصر على الماء. وعن أم عطية رضي الله عنها أنه توفي ابن لها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقول أم عطية وهي من نساء الصحابة: توفي ابن لي، يعني مات ابنها وهو صغير، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة، وهو نوع من أنواع طيب النساء، لأن طيب النساء كان باستعمال اللون، وطيب الرجال كان بالرائحة، فأخذت الصفرة فتمسحت بها من أجل أن تزيل عنها حكم الإحداد، وأن تستعمل شيئا من الزينة والطيب في هذا الوقت، لأن المرأة منهية عن الإحداد فوق ثلاث لوفاة ميت غير الزوج. وقالت أم عطية: كنا ننهى، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نحد على ميت، أي أن نفعل الإحداد، وهو اجتناب الطيب والزينة مع اللبث في المكان، فكنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنه يجب على المرأة أن تحد على زوجها المتوفى 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكانت المرأة لا تفعل عددا من الأمور وقت الإحداد، فمن ذلك أنها تنهى عن استعمال الكحل الذي هو وضع سواد على أجفان العين، وهكذا تنهى عن الطيب سواء كان طيب الرائحة أو طيب اللون، وهكذا تنهى عن لبس الثياب المصبوغة لما فيها من الزينة إلا ثوب عصب، وهو الذي يكون اللون من أصل الثوب لا يكون مصبوغا به. ثم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أي تصدق به وتستعد للقاء الله وللقاء يوم الآخر، أن تحد، أي تجتنب الزينة والطيب، فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10، لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قالت أم عطية: وقد رخص لنا، يعني أنه استثني من ذلك أنه عند طهر المرأة من حيضها إذا اغتسلت من الحيض أن تستعمل قسط أظفار، وهو نوع من أنواع ما يدخن به، يوضع على الجمر فيخرج منه دخان، يكون منه تطهير وتنظيف وتنشيف لفرج المرأة. وقالت: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، أي أن النساء
ينهين عن اتباع الجنازة والسير معها. تقول أم عطية: ولم يعزم علينا. وهذا اجتهاد ورأي من أم عطية، وإلا فإن النهي قد تأكد، والأصل في النهي هي روت بروايتها أن النبي نهى، والأصل في النهي أن يكون للمنع والتحريم، بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكنها أخبرت عن اعتقادها وظنها بأنه لم يعزم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة فتبعه بعض النساء، فلما رآهن قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. فدل ذلك على المنع من اتباع النساء للجنائز. ففي هذا الحديث النهي عن الإحداد على غير الأزواج فوق 3 أيام، سواء من الأبناء أو الآباء أو الإخوة. وفي الحديث أن المرأة تحاد على زوجها مدة 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حاملا. وفي الحديث أن المرأة المحادة تمنع من استعمال الصفرة التي تستعمل للزينة. وفي الحديث أيضا أن المرأة المحادة تنهى عن استعمال الكحل واستعمال الطيب. وفيه أن المرأة المحادة تمنع من لبس الثياب المصبوغة، وأنه يجوز لها لبس ثياب العصب وهي التي يكون لونها من أساسها ولم تكن مصبوغة بالألوان. وفي الحديث دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، فإنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد فوق 3 إلا على زوج. فدل هذا على أن الإحداد واجتناب الزينة والطيب من خصال الإيمان، وأنها تدخل في مسماه. وفي الحديث أن المرأة المحاد يجوز لها عند اغتسالها من الحيض أن تستعمل القسط والأظفار، فبأن تضعه على جمر فتتجمر به. وفي الحديث نهي النساء عن اتباع الجنائز. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، كما نسأله تعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. اللهم تول شأننا كله، اللهم تول شأننا كله، اللهم أيدنا بتأييدك وانصرنا بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.